سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، كل شيء خاشع لك وكل شيء خاضع لك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف. من تكلم منا سمعت كلامه، ومن سكت علمت سريرته. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وابسط علينا من بركاتك ورزقك وجودك. لا إله إلا أنت، سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. اللهم فقنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك نفسا رضية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم حببنا بالإيمان، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم أعنا على إتقان الفرائض، اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثبتنا يا رب، ثبتنا يا رب، ثبتنا بقولك الثابت، لا إله إلا الله. اللهم لا علم لنا ولا جاه لنا ولا غنى لنا ولا مكانة لنا ولا علما ولا عملا صالحا نرفعه إليك لنا، غير أننا نثق بحضرتك، غير أننا نثق بلطفك، غير أننا نثق بقوتك، غير أننا نثق بمعونتك. ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تقطعنا عن بابك، لا تقطعنا عن دربك يا رب. بعد أن أدخلتنا بيوتك لا تخرجنا يا رب، بعد أن أذقتنا لذة مناجاتك لا تمنعنا يا رب، بعد أن هديتنا فلا تضلنا. نعوذ بك من الكفر بعد الإسلام، نعوذ بك من الردة بعد الإيمان، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من القطيعة بعد الوصال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا يا رب العالمين. اللهم أرضنا وارض عنا، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد
ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم.